مسابقة جديدة ينوي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تدشينها بداية من الموسم المقبل، تحمل اسم دوري السوبر الإفريقي، وذلك بدلاً من مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية التي ينظمهما الاتحاد حالياً. المسابقة الجديدة التي بدأت ملامحها تخرج للنور خلال الفترة الماضية باتت قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، وذلك بعدما اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي مع الاتحادات الوطنية والأندية المتأهلة لدور المجموعات في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بالنظام الحالي على هامش نهائي كأس الأمم الإفريقية من أجل مناقشة تفاصيل البطولة المستحدثة ونظامها. وتشير التسريبات الواردة من الاتحاد الإفريقي إلى أن البطولة الجديدة ستضم 24 فريقاً يتم تقسيمهم إلى 3 دوريات حسب التوزيع الجغرافي: دوري اتحاد شمال إفريقيا واتحاد غرب ووسط إفريقيا ودوري شرق وجنوب إفريقيا، بحيث يضم كل دوري 8 أندية تلعب دوري من دورين بنظام الذهاب والإياب، على أن يصعد من كل دوري 5 فرق بجانب أفضل فريق يحتل المركز السادس في الدوريات الثلاث، لتبدأ مرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية. النظام الجديد لبطولة دوري السوبر الإفريقي سيزيد من عدد المباريات التي يخوضها كل ناد في البطولات الإفريقية، كما أنه سيؤدي إلى إلغاء بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، لكنه في الوقت ذاته سيمنح المشاركين أرباحاً مالية ضخمة. فهل توافق الأندية لا سيما الكبرى منها على إقامة البطولة أم سيتم الاعتراض عليها؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.